كلمتني في التليفون الساعه 7 الا ربع، اتصلت بيا قالت لي يا اما الحقينا القنبله اتضربت عند الهواء عند السفاره. جيت لقيت زي ما انت شفت كده والدتي ما قدرتش تنزل شالوها. صحينا الصبح بعد الفجر على صوت يعني مش قادر اوصفهولك، مش قادر اوصفلك حضرتك كده الصوت ده تبقى ايه. الساعة ستة وربع بالظبط والدي نازل بيفتح الباب عشان يروح شغله، لقى سمع صوت طبعا، لقى المكان دوت، راح واقع ايه زي ما انت شايف الحاجات اللي كانت هنا راحت وقعت. دلوقتي احنا بقى مش عارفين هنعمل ايه، هنمشي ولا هنقعد ولا ناخد مساكن في اخر الدنيا. انا دلوقتي شغال في الزاويه، هاجي من اكتوبر للزاويه الحمراء، يبقى انا هروح ابص على شغلي كده، ابص على المحل وارجع تاني يا دوبك لصفه الطريق. مفيش باب، هنعمل ايه؟ وديك شايف حالتها عامله ازاي؟ نروح فين؟ عيالي كنت هجيبهم من عند تحت العنق. هيعملوا ايه بقى معانا؟ هم الحكومه عمالين يقيدونا بس في الورق ويمشوا، ادي اللي احنا بناخده منهم، مفيش حاجه جديده يا ابن عمنا. وموضوع الشقق اللي قالوا عليها دي وفين؟ مفيش شقق، فين بقى الشقق؟ ولا مستنيين لما يقع علينا خالص نموت. بالنسبه للميه قطعه، قطع الميه من بدري طبعا، عايزين طبعا كنا عايزين نصلي واحنا اخر الدنيا، اخر الدنيا. وغرقت نفسي عشان حضرتك شايف كده، عشان الميه ايه تفضل، عشان مفيش ميه تاني. فحضرتك دلوقتي احنا عايزين يعني مش عايزين نبعد، عايزين نبعد عن المنطقه، يعني مش عايزين نبعد، مش عايزين نبقى في اكتوبر، مش عايزين نبقى في الواحات، مش عايزين نبقى في مدينه بدر. الكلام ده حرام، نبقى قاعدين في وسط البلد ونروح مدينه بدر.